السلام عليكم طلاب Differential Equation. اليوم راح نبدأ في كورس Differential Equation، الآن Chapter 1 First Order Differential Equations، عنوان Chapter، في مفاهيم أساسية راح نبدأ فيها Basic Concepts. وقبل المفاهيم الأساسية، قبل ما نبدأ بالدرس، في هيك شرح لل Partial Derivatives راح نحتاجها في دروس مختلفة، المشتقات الجزئية. لو كان عندي y بتساوي f في x، هذا بنحكي عنه function in one variable. طبعا one variable بنعني بال one variable مثلا هون هو x وهو ال independent variable، طبعا وال y تسمى dependent variable. إذا لما نحكي function in one variable يعني ال independent variable واحد طبعا، والدومين إله بيكون مجموعة جزئية من r. المجال لهذا الاقتران اللي هو y بيعتمد على متغير واحد، y تساوي f في x، قيم x بتكون عناصر موجودة في r، أعداد حقيقية. الآن لما نيجي نشتق هيك اقتران، تعرفنا بكل المستويات calculus 1 calculus 2 بالثانوي أيضا، المشتقة رمزها أحد رموزها dy على dx، رمز آخر f prime x، هاي بنسميها ordinary derivative. الاشتقاق اللي بنعرفه يعني لما يكون عندي اقتران في متغير واحد بنسمي المشتقة ordinary derivative، فهذه first order derivative ordinary derivative، هذه second order ordinary derivative، وهكذا إلى آخره. فإذا لما اشتق الاقتران الذي يعتمد على independent variable واحد بيكون الاشتقاق عادي، بنسميها مشتقة عادية ordinary derivative. الآن إذا كان في الاقتران عندي أكثر من متغير، متغيرين مثلا z function in x و y، فهذا بنحكي عنه function in two variables، two independent variables. Its domain مجاله is a subset of R2. R2 بنعني فيها هي كل الأزواج المرتبة x و y، حيث x و y تنتمي ل R. إذن المجال لما يكون عندي اقتران في متغيرين عبارة عن أزواج مرتبة أو جزء من R2. R2 هي كل الأزواج المرتبة اللي مسقطها الأول من R ومسقطها الثاني من R. أكثر إشي ممكن يكون الدومين هو R2. نفس الشيء لو كان الفونكشن بثلاث متغيرات، بتصير R3 وبصير عندي 3 variables، يعني بصير عندي order triples، تسمى order triples، ثلاثي مرتب. الثلاث مركبات الـ X coordinate والـ Y coordinate والـ Z coordinate بتكون أعداد حقيقية. الآن لما نشتق اقتران في أكثر من متغير، الآن في عندي أكثر من متغير مستقل، يعني الـ independent variables في 2 أو أكثر، فلما بدي أشتق Z بالنسبة لمين ممكن أشتقها بالنسبة لـ X وممكن أشتقها بالنسبة لـ Y، لبعض هذه المتغيرات، لأحد هذه المتغيرات تحديداً، فهون يسمى الاشتقاق الجزئي partial derivative. partial derivative بتكون لاقتران في أكثر من independent variable، بدل ما كنا نكتبها دي نصير نكتب الدي بهذا الشكل، تقرأ partial z by partial x، رمز آخر ممكن بدل f prime حط f sub x، يعني الاشتقاق بالنسبة ل x، فهي نسميها first order partial derivative with respect to x، اشتقاق بالنسبة ل x، مشتقة جزئية من الرتبة الأولى بالنسبة ل x. partial z by partial y أو f sub y هي first order partial derivative with respect to y. الآن كمان ممكن نشوف مشتقات عليا في ال partial derivatives، مثلا partial z squared، partial squared z by partial x squared هي نفسها رمز آخر إلها f sub xx، هاي تعني إني أوجد المشتقة الأولى يعني الاقتران الأصلي أشتقه بالنسبة لx، والمشتقة بالنسبة لx أشتقها بالنسبة لx مرة أخرى، يعني المشتقة هي اقتران جديد بيعتمد على متغيرين، فإذا اشتقيته بالنسبة لx صارت اسمها second order partial derivative. second order partial derivative firstly derivative with respect to x and the secondly with respect to x، كمان ثانيا نشتق ل x. الآن partial squared z by partial y partial x
لان اف سب اكس واي اول بشتق لاكس بعدين لواي، اول لاكس بعدين لواي. لاحظوا الترتيب بهذا الشكل، هذا الرمز وهذا الرمز من الاقرب للاف ومنبعد. فهذا اول اشي بشتق لاكس بعدين لواي، اول بشتق لاكس بعدين لواي، يعني بشتق الاقتران الاصلي اف بالنسبة لاكس، والجواب اللي بيطلع هو اقتران جديد باكس وواي بشتقه مرة ثانية بالنسبة لواي، وممكن اشتقه بالنسبة لاكس مرة اخرى زي ما حكينا. فهي تسمى second order partial derivative، second order partial derivative هون order second order partial derivatives. then firstly نشتق اول لاكس بعدين لواي. الآن مثال بسيط، طبعا ممكن نعمل ثلاث مشتقة ثالثة رابعة نفس الشيء. بده يتوسع في الموضوع بإمكانه يرجع لكالكولاس 3 أو تحليل وسيط في درس مشروع على البارشل ديريفاتيفز. الآن given that f x y equals x cube y squared plus 5x plus y find 1 f sub x بدنا مشتقة f بالنسبة ل x، لأنه في f بيعتمد على x و y، ممكن أشتقه بالنسبة ل x ممكن أشتقه بالنسبة ل y. المطلوب الأول مشتقة بالنسبة ل x first order partial derivative with respect to x، أو نكتبها partial f على partial x. بدنا المشتقة عند الواحد 2، لأن ال first partial derivative with respect to y بدنا المشتقة عند 3 2، لأن f sub x y at any point x y. for f sub y x at any point x y. 5 f sub x x at the point x y any point x y. فالآن f sub x at x y بدي اشتق بالنسبة ل x. لما اشتق بالنسبة ل x التكنيك كيف نشتق بالنسبة لأحد المتغيرات؟ لما اشتق بالنسبة ل x شو مكان عدد المتغيرات؟ بعتبر المتغير اللي بشتق بالنسبة له هو المتغير، وباقي المتغيرات بعملها كأنها ثابت. لأن لما بدي أشتق بالنسبة لإكس أنا عندي متغيرين، بعتبر الإكس هو المتغير والواي بعاملها كأنها ثابت. هاي معنات البارشل ديفرنشيشن. فالآن بدي أشتق بالنسبة للإكس، بالنسبة للإكس هذا واي تربيع ثابت، الثابت بنزل، مشتقة الإكس تكعيب 3 إكس تربيع واي تربيع، زائد مشتقة بالنسبة للإكس للخمسة إكس تعطينا 5، والواي ثابت لوحده لما يكون الثابت بحد لوحده مشتقته 0. فإذا الجواب 3x squared y squared plus 5، هذه ال f sub x at any point x y. now at the given point بدنا المشتقة عند الواحد 2، مكان x منحط 1 مكان y 2 منعوض، 3 في 1 زائد 2 تربيع 4، 1 تربيع 1 زائد 5 مجموعهم بيطلع 17. f sub y عند ال x y، بدنا f sub y عند ال x y، يعني اشتق بعامل y كأنها المتغير و x كأنها ثابت. ال x تكعيب تنزل، y تربيع 2 y، يصير عند 2 x تكعيب y، هذه 0 لأنه ثابت، وال y مشتقتها 1. so f sub y at x y equal 2x cubed y plus 1. now plug in 3 2، نعوض النقطة 3 2، f sub y at 3 2، x 3 y 2، 2 تنزل x تكعيب يعني 27، ال y هي 2 زائد 1، طبعا من حاصل الجمع او العملية الحسابية بيطلع 109. الان المطلوب الثالث، مطلوب ان f sub x y اشتق اول بالنسبة ل x بعدين اشتق ل y. عندي مشتقة x، هذه مشتقة ال x امامنا، f sub x هي 3 x تربيع y تربيع زائد 5. لاحظ مشتقة f بالنسبة ل x كأنها اقتران اخر بيعتمد على متغيرين على x و y. هذا الاقتران بدي اشتقه بالنسبة ل y، f sub x بدي اشتقها بالنسبة لل y، فبتصير f sub x y at x y تساوي، نشتق هذه بالنسبة ل y 2 y مع 3 x تربيع بتصير 6 x تربيع y، وهون 0 6 x تربيع y. الآن f sub y x بدي أوجد، عندي f sub y، هذه f sub y
بشتقها بالنسبة ل x 3 في 2 6x تربيع، وهون الواي بتنزل 6x تربيع y، والواحد مشتقته 0. فمنلاحظ f sub x y تساوي f sub y x دائما، إلا بعض الحالات ما بتكون متساوية، شغلات ما بتهمنا يعني، اللي بالنسبة لنا دائما راح يطلع الجواب f sub x y بيساوي f sub y x، ببعض الحالات اللي ما بتكون اقترانات عادية ممكن انه يختلفوا، فلكن بالنسبة لنا راح يكون دائما f sub x y تساوي f sub y x. الآن f sub x x بدي اشتق مشتقة f بالنسبة ل x مرة ثانية بالنسبة ل x. الآن بتصير 6x y تربيع بتنزل في y، في y تربيع زائد 0. إذا الجواب f sub x x 6x y تربيع والخمسة اشتقاقها 0. فهاي المقدمة، بدنا توسع أكثر أو نفهم أكثر الموضوع زي ما حكينا بنرجع لكالكولوس 3 أو تحليل بسيط. لأننا نبدأ بالمفاهيم الأساسية للديفرنشال إيكويشن. الآن أول شيء نعرف شو يعني differential equation، اسم المادة differential equation أو اختصارا def. الآن differential equation ممكن نختصرها DE. ما هي differential equation؟ It is an equation that contains derivative or derivatives، يعني مشتقة أو أكثر، of unknown function، لاقتران مجهول. Its order، رتبتها، is the order of the highest derivative that it contains. إذا رتبتها هي رتبة أعلى مشتقة تحويها. إذا المعادلة التفاضلية هي معادلة تحوي مشتقة أو أكثر لاقتران مجهول. في عندي اقتران مجهول موجودة مشتقته واحدة أو أكثر من واحدة في ضمن المعادلة. الآن هاي بنسميها معادلة تفاضلية. إيش رتبتها؟ شو أعلى مشتقة موجودة في المعادلة لهذا الاقتران المجهول؟ تعني رتبة المعادلة. أضف إلى ذلك، in addition, if the derivative or the derivatives is or are ordinary، يعني لو كانت المشتقات اللي في المعادلة هي مشتقات عادية، فمنسمي المشتقة المعادلة التفاضلية ordinary differential equation، ونختصرها ODE ordinary differential equation، يعني differential equation مشتق معادلة لاقتران مجهول، الاقتران المجهول يحوي فقط متغير مستقل واحد، فإذا بنسمي أو المعادلة التفاضلية تحوي مشتقات عادية وليست مشتقات جزئية، بنسميها ordinary differential equation. بينما but if the derivative or the derivatives is or are partial derivative or derivatives, then it is called partial differential equation. فإذا كانت المعادلة التفاضلية تحوي مشتقات جزئية وليس مشتقات عادية، فمنسمي المعادلة التفاضلية partial differential equation. نشوف أمثلة شو يعني differential equation. لأن هذه معادلة تفاضلية، السبب في عندي اقتران ما بعرفه y مشتقته بالنسبة ل x زائد نفس الاقتران بيساوي sin x، حاليا أنا ما بعرفه، فهاي تسمى معادلة تفاضلية. من أي رتبة؟ طبعا من الرتبة واحد، لأنه أعلى مشتقة واحد. فإذا هذه first order ordinary differential equation، لأنه المشتقة اللي فيها مشتقة عادية فتسمى ordinary differential equation. الآن y triple primes minus 2y prime equals xy، هذه كمان differential equation. المقتران المجهول هو y، مشتقته الثالثة ناقص 2 في مشتقته الأولى بساوي x في الاقتران نفسه. مين هذا الاقتران؟ ما بنعرفه. فالآن إذا عرفنا هذا الاقتران بيكون راح نسميه حل للمعادلة. فإذا هذه معادلة تفاضلية المشتقات اللي فيها عادية وأعلى مشتقة رتبتها 3، فإذا هاي third order ordinary differential equation. 3 x dy plus e y dx تساوي 0، هاي فيها differentials، هاي اسمها differential وهذه اسمها differential،
فلو قسمت على دي اكس او على دي واي بصير عندي معادلة تفاضلية فيها مشتقة اولى، قسم على دي اكس بتصير دي واي على دي اكس، هون اكس ضرب دي واي على دي اكس زائد اي قوة واي بس تساوي زيرو على دي اكس، بتضلها زيرو. فاذا نحصل على first order ordinary differential equation، لان لو شفنا هذه y to the power 4 d to the power 4 y، يعني هاي تعني fourth derivative of y with respect to x plus y power 5، هذه تعني قوة، equals y 3 between parentheses، إذا كان بين أقواس تعني مشتقة، هاي إذا مشتقة ثالثة، بينما هذه تعني قوة خمسة. إذا اللي معي هون هي معادلة تفاضلية عادية من الرتبة الرابعة، fourth order ordinary differential equation. الآن u sub t x و t equals u x x at x و t، يعني المتغيرات عندي x و t، هون مشتقة جزئية بالنسبة لتي، يا بنكتبها u sub t أو بنكتبها partial u على partial t، نفس المعنى. الآن هون partial squared u على partial x squared أو u sub x x، هاي المعادلة هي partial derivative، هذا اشتقاق جزئي، فإذا هاي أعلى مشتقة رتبتها 2، إذا عندي second order partial differential equation، وهاي راح تتعرفوا عليها لاحقا بمواد أخرى، هي الهيت equation، heat equation معادلة الحرارة. لأن u sub xx plus u sub yy تساوي 0، هذه أيضا partial differential equation، الـ independent variables فيها x و y، مشتقة ثانية بالنسبة لـ x زائد مشتقة ثانية بالنسبة لـ y تساوي 0، هذه تسمى second order partial differential equation، وتسمى أيضا هذه بالذات Laplace equation، كمان راح تتعرفوا عليها لاحقا لأنه هدول من أهم التطبيقات. طبعا إذا كان هون u sub tt وهذه u sub xx ضلت، تسمى wave equation وهي partial differential equation of second order. الآن ملاحظة، in this course related to ordinary differential equations only، يعني في الكورس هذا فقط راح ناخذ ordinary differential equation. فلما نحكي differential equation من الآن فصاعدا، أو حكينا ordinary differential equation نعني فيهم نفس الشيء. لما نحكي differential equation يعني بنعني فيها ordinary differential equation، لأنه كل المشتقات اللي راح ناخذها في هذا الكورس راح تكون عادية. الآن to solve a differential equation، شو يعني إنك تحل differential equation؟ الكورس هذا راح يتعلمنا كيف نحل أصناف معينة من differential equation، هذا الصنف يحل بهاي الطريقة، هذا الصنف يحل بالطريقة كذا، فهاي طرق مختلفة لحل أصناف مختلفة من المعادلات. الآن شو يعني إني أحل المعادلة؟ to solve a differential equation، حتى أحل المعادلة شو المقصود بحل المعادلة؟ is to find the function that satisfies it، مقصود في حل المعادلة إذن هو إيجاد الاقتران الذي يحققها، يعني يحقق المعادلة التفاضلية، الاقتران المجهول اللي بحققها لما أوجده، يعني أجيب الاقتران المجهول والذي يحقق المعادلة التفاضلية بكون حليت المعادلة. الآن إذا كان الحل عبارة عن اقتران بهاي الصورة y تساوي f ال x، y طبعا dependent variable و x independent، طبعا ممكن نغيرهم مثلا t و y، يعني هاي y تساوي f ال t، ممكن هاي z تساوي f ال w، مهم رمزين، هون رمز واحد independent وهذا dependent، هذا الشكل يسمى explicit form. إذا حلنا هون يسمى explicit form، حل صريح. إذا خلينا y تساوي اقتران بدلالة الـ independent variable تسمى explicit form، الشكل الصريح. الآن غير هاي الصورة، but if the solution، طبعا solution مش شرط يكون اقتران دائما، is not of this of the form y equals f x، لو ما كان بهاي الصورة بنسمي الحل هذا it is called implicit solution، إذا يسمى حل ضمني
إذا كان ليس بالصورة الـ y تساوي f x. الآن example عشان نفهم مصطلحاتنا اللي حكيناها، نبدأ بمثال تعرفوا حله من الثانوي، مثال بسيط جدا. solve the differential equation dy by dx equal 2x. حتى أحل هاي المعادلة وراح ندخل فيها، هاي اسمها separable، راح نتعرف عليها بالتفصيل في درس لاحق. dy على dx تساوي 2x، dy تساوي 2x dx. طبعا السيبرابل اني اجمع كل اللي فيهم y مع dy، كل الحدود اللي فيها x تكون مضروبة في dx. اذا وصلت لهاي الصورة بنسميها separable differential equation، يعني معادلة تفاضلية قابلة للفصل او منفصلة. الان ناخذ تكامل الطرفين لحلها، مجرد ما افصلها بعمل تكامل زي ما انتم عارفين. الان تكامل dy بعطينا y تساوي تكامل 2x x تربيع زائد constant. الآن هذا هو الحل وطلع بشكل explicit form. هذا الحل يسمى general solution أو family of curves. ليش؟ لأنه كل ما أغير c بحصل على حل. حط محل c واحد تتحقق المعادلة، يشتق بيطلع الجواب 2x. حط محل c نص بيطلع حل. حط محل c جذر 2 هو حل آخر. So we have infinitely many solutions. هذا الحل اللي حصلنا عليه بهاي الطريقة يسمى general solution. فالgeneral solution لو أجي أمثله هو كيرفات عددها اللانهائي family of curves. الآن عند c تساوي 0 بأخذ هذا الكيرف، c تساوي 2 مثلا بمر هون عند 2، وهكذا كل ما أغير c بحصل على كيرف مختلف. فعندي عدد لانهائي من الحلول لنفس differential equation. فالملاحظة هون if the solution contains arbitrary constant or constants اللي هو c، وممكن يكون اذا فيها رتبة ثانية ممكن c1 وc2، يعني بيكون عندي two arbitrary constants، بنحكي عنه general solution. اذا it is called general solution، ممكن نختصره gs the general solution. اذا general solution هو ناتج حل المعادلة التفاضلية واللي بيحوي ثابت. احيانا بيكون مع المعادلة التفاضلية في شرط، هذا بنسميه شرط. اذا كانت first order راح نسميه initial condition. دائما اذا first order الشرط اللي معها يسمى initial condition. فالان dy على dx تساوي 2x، y للواحد تساوي 4، هذا condition. راح نسميها بعد شوي differential equation معها شرط، بنسميها initial value problem إذا كانت من الرتبة الأولى. الرتبة الثانية والثالثة راح نحكي الآن بعد قليل. الآن حل هاي المعادلة general solution من المثال السابق y تساوي x تربيع زائد c، حليناها قبل شوي. الآن نستخدم الشرط هذا عشان نوجد الثابت y at 1 equals 4، هاي قيمة x وهي قيمة y. فإذا 1 تربيع بدل x زائد c تساوي 4، منها c بتطلع قيمتها 3. إذا الحل y تساوي x تربيع زائد 3، هذا يسمى particular solution member of the family of the solutions، فيسمى particular solution، حل خاص يعني يحقق ال differential equation ويحقق ال condition. يعني لو اشتق هذا تتحقق المعادلة، صورة الواحد فيه تطلع 4. فإذا يحقق المعادلة ويحقق الشرط. الآن نعرف هذا المصطلح بشكل أعم. لو كان عندي differential equation condition، يعني كانت من الرتبة الأولى بيكون condition واحد، أو conditions إذا كانت رتب أعلى at the same value of the independent variable، يعني الشروط كلها معطاة عند نفس القيمة من المتغير المستقل. مثلا إحنا متعودين x المتغير المستقل، يعني مثلا أعطي y الواحد يساوي كذا، y برايم للواحد يساوي كذا، y دبل برايم الواحد يساوي كذا. هاي بنسميها initial value problem، كل الشروط عند نفس العدد الاندبندنت. الآن لو كان عندي differential equation plus conditions، لا هون لازم يكونوا conditions مش condition واحد، conditions أكثر من واحد at different values، عند قيم مختلفة of the independent variable. يعني هون ما في اشي conditions بس. الان لو كان عندي conditions عند قيم
مختلفة من قيم x عند x واحد وعند x تساوي 2 مثلا، أعطي قيمة المشتقة أو قيمة الاقتران، بنسمي الناتج boundary value problem. إذا boundary value problem هي differential equation مع شروط عند نقط مختلفة، على الأقل نقطتين عند قيم x مختلفة، قيمتين ل x. نشوف الآن أمثلة توضيحية. الآن لو حكينا dy على dx تساوي 2x زائد y، y at 0 بتساوي 3، هاي عبارة عن differential equation of the first order معها initial condition، إذا على طول تسمى initial value problem. الآن y double prime plus y equal 0 هاي second order differential equation. We have two conditions, y at 0 equal 2, y at pi over 2 equal 4. الآن x هون 0 والx هون y at 2، يعني الشرطين عند قيم مختلفة لx، فتسمى boundary value problem، مسألة قيمة حدية، وهي اسمها مسألة قيمة ابتدائية initial value problem، بالعربي مسألة قيمة ابتدائية boundary value problem، مسألة قيمة حدية، الشروط على حدود الفترة. يعني لو كان عندي هاي الاقتران أو هاي المعادلة التفاضلية بدنا ندرسها على الفترة من صفر لباي على 2، صفر والباي على 2 هي حدود الفترة، فعشان هيك boundary value problem. الآن هذه second order differential equation. We have two conditions at the same value of x, at the same value of the independent variable. Then it is called initial value problem. And y triple primes plus y equals x, and y at 0 equals 1, y prime at 0 equals 2, y double prime at 0 equals 3. لاحظ كلهم عند نفس ال x عند ال 0. الواي والواي برايم قيمها معطاة عند الزيرو، فلذلك differential equation مع conditions at the same value of x is called initial value problem. إذا هذه تسمى initial value problem. الآن 5 y double prime minus y equal 0 and the conditions y at 0 equal 2 y prime at 1 equal 3 x هون 0 x هون 1، شروط مختلفة عند قيم مختلفة ل x، إذا تسمى boundary value problem. الآن بشكل عام ال first order اللي هي درسنا القادم بتكون ال initial value problem of the first order first order differential equation. لاحظوا كل معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى بإمكاني أخلي dy على dx موضوع القانون، والأشياء الأخرى على الجهة الثانية، الأشياء الأخرى قد تكون معتمدة على x فقط أو على y فقط أو على x و y، فبنكتب بشكل عام f ال x و y ممكن ما يكون 2 ممكن يكون 1 فيهم. الآن y at x node y عند رقم معين تساوي y node، فهاي تسمى first order initial value problem. فهاي المصطلحات الأساسية في مادتنا في الوحدة الأولى، وإن شاء الله إذا بنحتاج شيء بنكمل في محاضرات قادمة، ويعطيكم العافية.